العظيم هم اطلع الطيارة منه. شو الحمد لله رب العالمين الطيارة ما طير. عم تتجف بالليل وبالنهار. وين نروح يا اخي؟ وين نروح؟ لك لقونا حل بس. لقونا حل بس يا اخي من هالدول من هالعالم من وين نروح؟ بس يا اخي وين نروح؟ والله العظيم قسما بالله يا اخي هو نازل في دكبي. وقسما بالله ليه ما عملناه؟ لكن ها ما عم نروحوا، لك عم نطلع برا. اجى الطيارة تخبوا، اجى هاول تخبوا، اجى صاروخ تخبوا، هالولاد ليش عم تساوي ليك؟ ليه؟ اقسم بذات الله جنة العالم جنة، لك جنة يا عالم جنة، لك لعونا حي كرمال النبي يا اخي، لك يا عم محمد، يا عم محمد، لك والله عم محمد بيت، اقسم بالله جنازات ال 40 50 جايين، اقسم بالله يوم ولا يوم انت يوم بكره تدور علينا، وين يا اخي العالم وين وفين تشوفنا؟ اقسم بالله دمرنا خالص خالص لكن يوسف بعد عنا بيوت وانا نروح في يد الجرانيت الرحله لمرغبون الهجر والرحله لهوبون الطفاش وانا نروح غيران بالليل بالنهار اقسم بذات الله ما بتشوف الليل لا يا عالم يا حسام والله نذبح والله نقتل اقسم بذات الله يا اخي كل عريس ياتي بدر عنه كنا على إنتاجي بدنا والله العظيم صراحة الدواء الصبح أقسم بالله محمدي أنا استشعر زال والله العظيم يا أخي أقسم بذات الله أنا آيت والله ما في جيش مسلح أقسم بالله ما في جيش مسلح يا أخي والله لو في مسلح لأنه برافو عليك برافو عليك كل المدنية كل الأطفال والله العظيم كل يبدأ ضيوفه الضياع اللي حوالينا أويناها والله قسما بالله يا اخي اخي الكريم مين اللي عم يستهدفنا هون؟ لك يا اخي يا طيارة روسيا يا الاسد انت هو عم يقول لك انا بعلع في الطيران 100 متر اي طيارة قسمتنا هي اي طيارة بتخترق اجوانا يا اخي هو عم يقول لك في الطيران طيران مستهدف كل شيء في عالم هون عنده كذا شاري بيقتله وعمال لك يا اخي عند البارات عم يحضر عم يعده بكير فكر ارهابي والله العظيم يا اخي قاعدين بالساعة 5 ريحنا بالبارات والله شهيد الله يا اخي فكروا الارهابيين مش تعاون اول غاره الثاني غاره الثالث غاره العالم عمك يا اخي صارت تنقل العالم اقسم بالله يا اخي مجزره والله العظيم مجزره يا اخي تقول حلم ان شاء الله يا اخي المجزره وين لك والله مصاري ما معنا نصفوش لك ما معنا ناكل والله العظيم لو معك مصاري فلا عدتوني اقسم بجد الله يا اخي لكن عمي صلت عليه بالمالي البنت الثانيه الجنه وين بدي اروح وين بدي اروح يا اخي اللي وين بدي اروح وين بدي اروح؟ وين بدي اروح يا اخي وين بدي اروح؟ يا ولي حل شر الله يا اخي والله العظيم خالص خالص يا الله خالص طبعا هذا كل مفرد واحد اخوك ابوك اخوك لك جارك ما اخوك هاي فاتنا جيران دولي وين بدي اروح؟ هات اشوف حسبي الله ونعم هات اشوف صعد علينا من شهرين يا اخي وصعد علينا الضرب صعد علينا الصواريخ الطيران لك عملوا هذه حرب 14 طيارة يا الله فوضيعة 14 طيارة فوضيعة من كوبي والله العظيم من كوبي اقسم بالله ابيض وخبز يابس لك والله حتاتين والله من الجلال عم تشحن اقسم بالله يا اخي محاصرين من جميع الجهات والله العظيم 4-5 طيارات بالليل 4-5 طيارات بالنهار قذف وين ارهابي لك يا اخي مين عم يخسفنا ما رابل عم يخسفنا يا الله لك ما عندي ارهابي يا الله حسبي الله ونعم الوكيل هذا ما يكتب في بلدة الغنطو وين بدي اروح؟ نقل معاناة هذه البلدة بعد المجزرة هذا ما حدث في هذه البلدة المنكوبة المحاصرة حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل 12/2/2016 مجزرة جديدة في بلدة الغنطو حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل